مرض الزهايمر هو الشكل الأكثر شيوعاً للخرف، ومصطلح لوصف فقدان الوظيفة الإدراكية بمرور الوقت. يمكن أن يؤدي مرض الزهايمر إلى عدم القدرة على القيام بالأنشطة اليومية المعتادة، وإذا كان شخص ما تهتم به يعاني من علامات مرض الزهايمر، فإن معرفة علامات كل مرحلة يمكن أن يساعدك في إدارة المرض بشكل جيد. وفقا لموقع بن ميديسن، فإن مريض الزهايمر يعيش 7 مراحل قبل اكتشاف إصابته بالمرض. المرحلة الأولى قبل ظهور الأعراض، تماما كما هو الحال مع العديد من الأمراض، تبدأ التغيرات في الدماغ المرتبطة بمرض الزهايمر قبل أن تلاحظ الأعراض. هذه الفترة الزمنية تبدأ على الأرجح قبل 10 أو 15 عاما قبل ظهور الأعراض على الأشخاص. وفي الوقت الحالي لا يوجد علاج لهذه المرحلة، لكننا نأمل في المستقبل أن يكون لدينا أدوية يمكنها إيقاف التقدم في المرض قبل ظهور الأعراض بشكل كامل على الأشخاص والوقاية من المرض. إذا لاحظت أن القدرات المعرفية لأحبائك بدأت في التراجع، فقد يعني ذلك أنهم يدخلون في المرحلة الثانية من مرض الزهايمر. المرحلة الثانية هي النسيان الأساسي. يمكن للجميع أن ينسوا من وقت لآخر، من المرجح أن يحدث هذا في كثير من الأحيان. مع تقدم العمر يمكن أن تبدو المراحل المبكرة جدا من الزهايمر مثل النسيان المعتاد في العمر. قد يعاني المرضى من هفوات في الذاكرة، بما في ذلك نسيان أسماء الأشخاص أو المكان الذي تركوا فيه شيء ما، ولكن لا يزال بإمكانهم القيادة، العمل، التواصل الاجتماعي. مع ذلك فإن هفوات الذاكرة هذه تصبح أكثر تكراراً، من المحتمل أن تلاحظ ذلك قبل أن يفعل ذلك الشخص العزيز عليك، وقد تتمكن من الحصول على العلاج في وقت أقرب لإبطاء تقدمه. أما المرحلة الثالثة، صعوبات ملحوظة في الذاكرة. بالنسبة للكثيرين تجلب هذه المرحلة تغييرات ملحوظة، سيصبح من الصعب إلقاء اللوم على العمر، أو من الشائع أن يتم التشخيص في هذه المرحلة، لأن هذا هو الوقت الذي يصبح فيه الروتين اليومي للشخص أكثر اضطراباً، تتجاوز الصعوبات الشائعة في هذه المرحلة نسيان الأسماء أو وضع الأشياء في غير موضعها. من الممكن أن تتطور الأعراض. قد تسبب هذه المرحلة مزيدا من القلق لمن تحب، وقد ينكر بعض الناس أن هناك شيئا خاطئا. هذه المشاعر طبيعية، لكن عدم التحدث إلى الطبيب لن يؤدي إلى تفاقم الأعراض. أفضل طريقة لإبقاء الأعراض في مكانها هي التحدث إلى الطبيب حول خيارات العلاج، بما في ذلك الأدوية وضغطة الرعاية. إذا انتقلنا للمرحلة الرابعة، فهي أكثر من فقدان الذاكرة. هذه المرحلة غالباً ما ينطوي تلف الدماغ على جوانب أخرى من الإدراك خارج الذاكرة، بما في ذلك بعض الصعوبة في اللغة أو التنظيم والحسابات. يمكن أن تجعل هذه المشاكل من الصعب على من تحب أداء المهام اليومية. خلال هذه المرحلة التي يمكن أن تستمر لسنوات عديدة، يواجه المرضى صعوبات كبيرة في الذاكرة، وربما لا يزالون يتذكرون تفاصيل مهمة عن حياتهم، وعادة ما تكون ذاكرتهم للماضي البعيد أفضل بكثير من ذاكرتهم بالمعلومات اليومية، مثل محادثة من وقت سابق من اليوم. خلال هذه المرحلة قد تكون المواقف التي تتطلب الكثير من التفكير، مثل التواجد في تجمع اجتماعي، من الشائع الشعور بتقلب المزاج والانسحاب. أما المرحلة الخامسة، انخفاض الاستقلال. والمرحلة السادسة هي الأعراض الشديدة. قد يصبح التواصل صعبا خلال هذه المرحلة، وقد لا يزال المريض يستخدم الكلمات والعبارات، ولكن التواصل بشأن أفكار معينة مثل مكان الشعور بالألم قد يكون أمرا صعبا. المرحلة السابعة والأخيرة هي نقص السيطرة الجسدية. يدمر مرض الزهايمر خلايا الدماغ، وفي النهاية يمكن أن يتسبب ذلك في ضعف عقلي وجسدي شديد. كل هذه العلامات التي استقرأناها تدل على أن الشخص مصاب بالزهايمر. عفونا الله وإياكم، شكرا لمتابعة حضراتكم بالتأكيد في المقام الأول، وفي المقام الثاني سعداء بالتواصل معكم. تابعونا دوما في أمان الله.